أسعد الله مساءكم أيها الأخوة في هالوقفة التضامنية مع المجلس العلمائي. نعبر عن مشاعرنا وموقفنا المبدئي مع حرية الرأي والتعبير في هذا البلد الذي يفتقد إلى هذه المعاني. الوحدة الوطنية هي الأساس لدى شعبنا، وتمزيق هذه الوحدة هي الأساس لهذا النظام، وهكذا كان ديدونهم عندما نمت الحركة الوطنية، أسست مجالس علمائية مؤيدة للدولة وناطقة باسم هذه الدولة ومعارضة إلى كل الحركة الوطنية في البحرين. كلكم يتذكر جمعية الإصلاح التي أسست مناهضة لحركة هيئة الاتحاد الوطني. هكذا يراد للحركة الدينية في البحرين والعلماء البحرين أن يكونون مضادين لشعبهم ومضادين لتطلعاتهم نحو الحرية والاستقلال في ذلك الزمن. لا يخفى علي وأنا طفل كنت مرافقا للوالد عندما اعتقل السيد جابر القارئ في مأتم كرباباد وماتم بن سلوم وماتم القصاب، اعتقل ليلة 7 في محرم وأبعد من البحرين، وحضروا كثير من الشخصيات إلى الوالد. كان أيام هيئة الاتحاد الوطني، وكان هذا الرجل مناصرا إلى هيئة الاتحاد الوطني وضد الإنجليز ويطالب بالاستقلال كجموع شعب البحرين، وضم صوته إلى شعب البحرين، رجلا مثقف، رجل قلبه على شعب البحرين كما كان قلبه على الشعب العراقي، وكان يضرب أمثلة بالثورات وثورة 20 ويدرس شعب البحرين دروسا في النضال لما كان يمتلكه من الخبرات. أبعده الإنجليز، حضروا مجموعة من الشخصيات لأخذ الوالد إلى المستشار بلغريف، كنت مرافقا إلى الوالد. بلغريف اعتذر وقال لي لن يرجع السيد جابر لأن هذا قرار دولة وأبعد، وثلاثة أيام باقي عن محرم، حتى لو أردتون يعني ترجعون لن تستطيعون إرجاع لأن ثلاثة أيام والوقت ضيق. الوالد كان غضبا وكان يتهم بلغريف بأن أنتم أسستون لفتنة، أنتم السبب فيها، أي ضحية وأي تحركات وأي مس بالمواطنين الذين سيخرجون محتجين والآن موجودين قرب ماتم القصاب ستكون مسؤوليتكم أنتم أمام العالم وأمام الضمير العالمي. قال له بلغريف نحن لم نبعد السيد جابر، وأخرج رسالة من الدرج وأطلع الوالد عليها، كانت موقعة من قبل 5 من رجال الدين يطالبون حكومة البحرين بإبعاد هذا الشيوعي الخطر السيد جابر. هكذا كان. أنا لم أطلع على هذه الرسالة لصغر سني والوالد ما خبرني، ولكنه أخبر الهيئة وبعدها تسربت الأسماء. هذا النظام يخلق دائما عناصر معارضة إلى تطلعات شعب البحرين وديدون هذا، ولكن بالمقابل كان هناك رجال يعني آمنوا بهذا الشعب وبمستقبل هذا الشعب وبوحدة هذا الشعب. أتذكر في 65 انتفاضة 65 كان الشيخ الضرير أحمد المطوع كان على رأس الحراك في المظاهرات في المحرق وفي المنامة، وكانت خطاباته في الوقت الذي كان تمنع كثير من رجال الدين في الصلاة على الشهداء ودفنهم في المقابر والصلاة عليهم، كان الشيخ أحمد رحمه الله في مقدمة رجال الدين المصلين والشجعان، واعتقل هذا الرجل وبقى في السجن طويلا. هذه نماذج من رجال الدين الذين ناصروا شعب البحرين والذين وقفوا ضد تطلعات شعب البحرين. هذا النظام لا يريد الانحياز إلى مطالب شعب البحرين العادلة سواء كانوا رجال دين أو غير رجال دين، فما بالك بأن يكون رجال متنورين من رجال الدين
وضعوا مستقبلهم وهدفهم مع هدف شعب البحرين في تحقيق العدالة ووقف عمليات التعذيب والقتل خارج القانون والتمادي في عمليات القتل الممنهج بالنسبة إلى شعب البحرين. الوحدة الوطنية هي المرادة، والتركيز دائما إذا أردت أن تركز الطائفية عليك بظلم هذه الطائفة وتكريس الظلم على هذه الطائفة حتى تستطيع أن تتمترس هذه الطائفة طائفيا. ولكن قدرات شعبنا، أنا أتذكر في انتفاضة الهيئة، ولو أن أنا كنت يعني صغير، كانوا السنة يعزون مع الشيعة تحت شعارات موحدة، عباس الشيعة والسنة سوى عباس شيال اللواء، وشعار آخر كان السنة يبغون تحرير البلاد، سنة وشيعة في اتحاد يبغون تحرير البلاد، وكأنهم يطرشون رسالة إلى العالم بأنني حتى وإن اختلفت معك في النهج والمذهب ولكنني مستعد أن أموت في سبيل حريتك ومعتقداتك. هذا ما يجري الآن في البحرين، ويجب أن يكون، ويجب أن نوصل صوتنا إلى كل الأطراف. هذا الشعب بمطالب سياسية، هذا الشعب يعاني من ظلم منذ سنوات، هذه المطالب ليست جديدة، منذ العشرينات ومطالب شعب البحرين هذا هي جسدها شاعر الهيئة بما يلي من قوله، يقول شيخ سلمان البديعي: اتفق السني والشيعي على المجلس التشريعي، أما تعطيهم ولا تضيعي. هذه سنة 52، الوحدة الوطنية أساس، استطاعت هيئة الاتحاد الوطني أن تضم كل المكونات بشعارات سياسية وبأهداف سياسية. الآن الحركة الوطنية والمعارضة لديها مطالب سياسية، ليس وهل هو تغيير الدستور الذي انقلب عليه هو مطلب سني ولا شيعي؟ كما قال الأستاذ المناضل المرحوم عبد الرحمن النعيمي الذي افتقدناه في هذه الأيام العصيبة، وهل وقف التعذيب وعمليات القتل خارج القانون هذا مطلب سني ولا شيعي؟ شعب البحرين ارتقى فوق هذه المؤامرات التي يحيكها الاستعمار البريطاني ومن خلفوه في حكم هذا البلد. وحدة هذا الشعب هي الأساس. نكرر موقفنا ووقفتنا التضامنية مع المجلس العلمائي وكل المجالس التي تتشكل مستقلة عن هيمنة النظام باستقلاليتها، وكذلك المجتمع المدني، لخلق مجتمع مدني واعي يكرس المواطنة المتساوية. هذا هو هدف شعب البحرين، ونتمنى إن شاء الله بنضالات شعبنا وتضحيات شهدائنا نوصل إلى هذا المستوى ونحقق هذه الإنجازات. شكرا وآسف على الإطالة.